ممكن دول ها فول يعمل كده في الناس. فول ايه؟ فول دماغهم حلو قال ما بياكلوش فول. ايوه الامانه صح. اه والله ليه طالع مقارنه؟ هما ما بياكلوش الحاجات جبن بس. ايه اللي يخلي الفول ياثر كده؟ الفول مصري طول عمرنا ناكله. طب بص تلاقي الواحد مننا ناكل السندوتشات بتاع صبري وشنو ده ساق عربيه تطاط. تبص تلاقيني انا واقف عامل كده يا عم اوعي يا عم اوعو. امال ايه؟ لازم معاهم غذاء معين. تمام صح. اه والله. كل حاجة ياكلوها كل حاجة فاهمينها هو فاهمين الضر ايه ياكل حاجة يعني. بيقول لك الواحد بياكل مش عارف قد ايه لحمة. يعني 100 جرام 100 جرام بس. مش تحط قدام بابا 8 كيلو ياكلهم. يعني ما تقدرش ياكل نص حليب؟ ايه؟ ابوك ما تقدرش ياكل نص حليب؟ ياكل نص حليب؟ 5 كيلو قبل ما كلتوها. ويقول يا معلم ما تاكلش البتاع ده، يقول لك ده انا اكلت حته قد كده. وكل ما اكل 18 كيلو.